القضية بتاعت النهاردة ما فيهاش رحمة خالص، قضية إنسانية جدا جدا جدا، ويمكن أبكتني. مش قتل ومش تقطيع ومش براميل ومش دم ومش أي حاجة، حاجة أقذر أوحش. تخيل إن أنا ألعب بمشاعر إنسان وأضحك عليه عشان هو نفسه في حاجة. تخيل اني اروح لست عندها 84 سنة اقول لها نفسك في ايه يا حاجة، فتقول لي نفسي اطلع عمرة، اقول لها ياه بس تعالي انا هطلعك العمرة، واخليها تروح تشتري الجلابية وتشتري الجزمة البيضة وتشتري الطرحة، واقول لها بصي بس انت هتيجي معايا كم مشوار كده، روح البنك نيجي بالبنك نعمل مش عارفة ايه عشان نخلص اجراءات سفر العمر. وتكتشف هذه السيدة الطيبة اللي كل املها في الحياة انها تلبس الجزمة والجلابية وتروح بيت ربنا، ان هي كانت بتستغل في عملية نصب رهيبة. في متسولة اسمها فكيها بتقف قدام القصر العيني، خلاص المتسولة دي ليها ابن اخت ولا ابن اخ حاجة كده، راح قعد مع اصحابه واتفق معهم قال لهم بقول لكم ايه، الست دي معاها فلوس كتير قوي، انا هاخد منها الختم بتاعها ونروح نصرف فلوسها من البنك، يعني ناخد الختم بتاعها وناخد بطاقتها ونزور كل ده ونروح نسحب فلوس من البنك على اساس ان هي الست دي، بس لازم ناخد الست معانا. مين الست اللي هناخدها معانا؟ هي الست اللي عايز تطلع عمره دي، لان في شبه بينهم كبير. انتوا عارفين الستات لما بيبقوا كبار قوي في السن يعني بيبقوا شبه بعض شوية، لو هي سمرة ونفس الطول ونفس التخن وكده. فراحوا دوروا على الست اللي عايز تطلع عمرة دي، وابن الاخ ده فعلا ضحك على المتسولة دي وخد منها الختم وخد منها بطاقتها اللي حط صورة الست اللي عايز تطلع العمرة بدلها، وكانوا بيروحوا البنك يسحبوا 100,000 في 200,000 300. هتقولي لي المتسولة معاها 300,000، حسابها في البنك 3 مليون جنيه للناس بس اللي بتدي الفلوس للناس اللي في الإشارات، وللناس اللي بتدي الفلوس للأطفال الصغيرين، وللناس اللي بتدي فلوس للناس اللي واقفة على الكورنيش ووا اللي هو بمنظر مش حضاري بالمرة. عمري في حياتي ما حطيت إيدي في جيبي عشان ادي حد من دول، لاني اعلم تماما انها تجارة. يعني بيستفزوني جدا هما والمناديين جدا. تقول ما شغل شغل بس مش اتاوة، مش بلطجة، مش لما طلع 5 جنيه يقولي لا 15، لا مش هتمشي من هنا بقى غير لما تدفعي 20، لا انا بقى انا الحي مديني الحتة دي والحتة دي بتاعتي ومتركنيش انا اروح اركني بعيد. متسولة أمام القصر العيني بالصدفة الشديدة اكتشفت الشرطة إن ثروتها 3 مليون جنيه في البنك، واللطيف ما يقدروش يقبضوا عليها، مفيش تهمة، مفيش حاجة تجرمها، انت بتديها الفلوس بمزاجك. بس تعالوا نتكلم على عدم الرحمة. ماشي انت المتسولة دي رحت نصبت عليها وهي نصبت على الناس، فتمام انتوا في بعض. الست بقى اللي عندها 84 سنة اللي اشترت الجزمة وعايز تطلع عمرة، اللي فضلت يا عيني تلبس كل يوم وتروح البنك وتيجي من البنك وتروح معاهم ورق و على امل انهم بيخلصوا لها ورق العمر، وتلاقي نفسها في الاخر في قسم شرطة متهمة في قضية نصب. فين الرحمة؟ يعني خدت الفلوس كنت هتنام بالليل ازاي كده وانت ضحك على ست ممكن يبقى تتوفى بكرة بعد، وكان نفسها تشوف بيت ربنا. انا مش هقولك كمان كان نفسها ان تجيب لها اسورتين ذهب، لا ده انت بتضحك عليها في انك هتوريها بيت ربنا. يا بجحتك يا شيخ، يعني يا بجحتك بجد. يعني عايزه اقول لكم حاجه، لما بيجي لي حد من الاعداد مثلا
يقول لي اصل فلانه دي ابوها مطلق امها ومش عارفه حصل لها زنا محارم مع جوز امها ومش عارفه ايه، وتيجي تقعد قدامي على الكرسي والكرو يشهد على الكلام اللي انا بقوله ده والاعداد، تيجي تقعد قدامي واكتشف انها جايه تسجل معانا في البرنامج عشان مثلا عينيها وجعاها عايز تعملها، او عشان دراعها عايز تطويل اوتار او مش عارفه ايه، فجايه تحكي القصه دي قدام الناس عشان نعالج، ببهدل الدنيا واقول لهم العيان يتعالج، يجي يقول ما يجيش يقول، نعمل من ورا حلق، مفيش الكلام ده. في حاجة بالانجليزي كده اسمها ethics، يعني مبادئ في الحياة. ما تتجرش ابدا 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 بآلام او امنيات الناس. زي بالظبط ما ناس تيجي تقول لك ايه بيذيعوا التقارير بتاعة الحالات الانسانية دي عشان يتاجروا، نتاجر ليه يا عم؟ احنا ما عندناش جمعية خيرية، احنا ولا بناخد فلوس من الحكاية دي، ولا احنا فاتحين تصريح جمع مال عام، ولا احنا بناخد نسبة، ولا لينا دعوة خالص. احنا طول النهار بس عايشين في مجهود بتاع ده عايز كيس دم، ده بيتخنق، ده لازم يتنقل المستشفى حالا، ده لازم عملياته، اجري مش عارفة هات ايه، طول اليوم كده. والحمد لله الف حمد وشكر راضين جدا على ده، تقولي عشان تتشهري وعشان تبقي احسن واحده في الدنيا. فين يا عم بقى احسن واحده في الدنيا؟ ما انت عالم باللي انا فيه، يعني يا رب اللي فيا يجي فيك. لو انت شايف ان انا عايشه حياه مرتاحه قوي، ارجو ان الرحمه ترجع، ارجو ان احنا لما نيجي حتى نشوف مصلحتنا شوية نبص لمصلحة الآخرين. لما نيجي نبقى عايزين حاجة من فضلكم ما ندوسش على كل حاجة قدامنا عشان نوصل، حتى مبادئنا وأخلاقنا. لما تيجي تتكلم على حد وحش راجع نفسك، الرحمة في لسانك. الست اللي انت بتشتمها دي ما عندها ابن، عندها بنت. الراجل اللي انت بتغلط فيه ده او بتقول عليه حرامي او ما عنده عيلة وعنده ولاد وعنده، الراجل اللي انت بتقطع عيشه ده وبتتبلى عليه، ما هو راجل مسؤول من ناس ورزقه ده مهم برضو. الزوج اللي بتقوميه على امه دي امه، حرام تعبت وكبرت وسابها ومشي كده راح مع واحدة تانية، كفايه قوي انها بعد كل السنين ده قاعده لوحدها مثلا، او بتخدم نفسها او عيانه، او يعني الكبر ده برضو اكيد مش لطيف. ساعات اقول اللي بيموتوا صغيرين ممكن يكونوا محظوظين شويه، لان الواحد لما بيكبر في السن ويبتدي بقى يبقى عارف ان عنده سكر وعنده ضغط وعنده مش عارفه ايه، ولازم يروح لدكتور الدوالي، ولازم يروح لدكتور الغدد، ولازم يروح لدكتور مش عارفه ايه، ويبقى مستني يوم وكده، حاجه مش لطيفه. ارجو انك تراجع نفسك كده والرحمه ترجع. وحتى سيدي لو انت متضايق من حد او زعلان منه، بلاش الاذيه والشماته وقله الادب بلاش، ما لهاش لازمه، لان الرحمه دي مهمه جدا جدا جدا. تعالوا نشوف قضية يعني بلا رحمة بجد، يعني أنا شايفاها أوحش من القتل، إن أنا ألعب بمشاعر حد أو أضحك على حد وأفهمه إن هو هينفذ له أمنيته. على فكرة إحنا يعني حاولوا كده تتصلوا لي بدعاء عامر، بس أنا يعني عارفة إنها بتنام الساعة 9، بس حاولوا كده، لأن أنا كنت متفقة معاها إن أنا أعمل مداخلة، لأن أنا قلت لها إن الست دي إن شاء الله تطلع تبع تلفزيون النهار عمرة بإذن الله، ولو ما قدروش إحنا نطلعها على طول، لكن إن شاء الله بإذن الله ربنا جعلنا سبب إن إحنا نغطي القضية دي بالأخص عشان نقضي حاجة الست دي وتطلع عمرة بإذن الله تعالى. تعالوا نشوف مع بعض. قولي لي ايه اللي حصل؟ حصل ان الشخص دوت جه قال لي في ست كبيره في السن هتروحي معاها البنك وهتصرف شهاديات وهي عندها زهايمر وهتبقى وظيفه ليكي براتب شهري. يعني انت كنت فاهمه ان الست اللي معاكي دي هي فعلا صاحبه الشهادات؟ هي انت
مش فاهمه ان هي هي. اه بس المباحث مش بتقول كده. لا بتقول. انت كنت عارفه ان مش هي؟ اول مره رحت البنك خالص كنت فاهمه ان هي دي الست. بعدين فهمت ان مش هي. بعدين فهمت ان مش هي بضغط من. مش انت اللي جايباها؟ مش انا، حتى هي قالت هي مش هي اللي جابتني. هم بضغط ازاي بقى؟ ضغط منه، هو ضغط عليا. هو يقرب يعني هتتجوزه؟ اه هو انا كنت اعرفه من فتره، كنا بنجيب هدوم، كنت انا بجيب هدوم من شخص وبتعامل معاه وشفته هناك. هدوم تبعيها؟ وشفته هناك. بعد كده اتعرفت عليه وبتاع، بقى انا عندي حاجات هو مش عنده، ياخد مني اديله كده. بعد كده جه انا اتجوزت وصلتي اتقطعت بيه وما شفتوش. جيت بعد كده قابلته، خد رقمي وخدت رقمه واتكلمنا، عرض عليا الموضوع انها ست مريضه. انت لسه متجوزه؟ انا مطلقه. قابلتيه بعد ما اتطلقتي؟ انها ست كبيره وعندها زهايمر وهتروحي معاها البنك والكلام ده كله. لحد اول مره انا كنت فاهمه الكلام ده، بعد كده سمعته بيتكلم فبدات افهم. سمعتي بيقول ايه؟ بيتكلم بقى مع واحد في تليفون ان هو راح وان هو عمل وان هو زور وزور الباسبور وزور الكلام ده كله. بدات استفهم منه، بدا يحكي بامان ان انا مش هحكي او مش هتكلم او مفيش خطر هنقع فيه. بس بعد ما اكتشفتي ان الست دي مش هي، اكتشفتي في البنك لا قبل ما تروحي خالص يعني؟ لا قبل ما ادخل البنك. قبل ما تدخلي البنك اول مره وانا فاهمه ان هيها دي نفس الست. اكتشفتي ازاي ان مش هي؟ من كلامه هو في التليفون، لمحت كلامه في التليفون. اه لكن ما حصلش حاجه في البنك، او انت مثلا شفتي ان البطاقه صورتها مش زي البسات؟ طيب يا فندم. ما في ايه؟ الباسبور. اول صوره اللي في الباسبور غير الست اللي معاكي؟ هي الست. هي الست. الست اللي في الباسبور. هو زور، هو شال صوره الباسبور زورها يعني؟ لا هو خد البيانات حطها للست دي. اه عمل باسبور جديد للست. اه للست دي بصورتها. طيب انت كنت رايحه تعملي كده عشان ايه بصراحه؟ أنا فلوس سهله يعني؟ لا انا في البدايه ما كنتش اعرف، وبعد كده انا عرفت. فهو لا، هو قال لك في الاول بمرتب صح؟ المرتب ده كان قد ايه؟ ونصف الشهر، على اساس ان هي ست عندها زهايمر وانا هبقى معاها. بس الست دي انت بتبقي معاها وانت رايحه البنك بس، ولا بتبقي معاها طول الوقت؟ هو ما بتنزلش من بيتها غير انها بتروح بنك، بتروح عايزه تروح مشوار كده بس. انا ما روحتش معاها غير البنك مره وتاني مره. وتاني مره كنت فاهمه ان مش هي، فاهمه ان في لعبه بتحصل. ما كنتش لسه سمعت منه يعني، انا فاهمه وحاسه بس ما كنتش لسه سمعت. يعني انت كنتيش متفقه معاه ان هو هيديكي جزء من الفلوس دي؟ لا ابدا. لما فهمتي ان مش ان في لعبه حاصله، استمريتي ليه في الموضوع بصراحه؟ عشان هو هددني. انت بتقولي انا ما سمعتش منه. هددني انا ما سمعت منه وسالت. انت لسه حالا بتقولي لي انا قلت لك انت ليه رحتي المره الثانيه ما عرفتي انها لعبه؟ قلت لي ما انا ما سمعتش منه، انا فهمت من الكلام. دلوقتي بسالك بقول لك طب انت ليه لما فهمتي رحتي معاها؟ قلت لي ما هو هددني. طب هو ازاي ما سمعتيش منه وازاي هددك؟ ما سألته واستفهمت منه والكلام كان قدامي، فأنا سمعك بتقول كذا كذا، سمعك بتقول إن إحنا عملنا. يبقى أنت رحتي مرة تانية وأنت فاهمة. وافقتوا على إيه بقى ساعتها؟ إنك هتاخدي جزء أكيد من الفلوس. أمال إيه هددك؟ قال لك إيه؟ هددني، قال لي أنا معايا صور ليكي وهطلعها وأظهرها. صور إيه؟ معرفش، ممكن زي يعني. أنت كنتوا على علاقة حب ببعض أو حاجة؟ كانش فيه الكلام ده، بس هو يعني قال لي زي ما عملت الباسبور هقدر اعمل اي حاجة والناس بتصدق وانت لوحدك ومعكوش حد ومفيش راجل ومش هسكت، ودخل لي من السكة دي. فانا خفت. عايزك تقولي الحقيقة. الحقيقة دي هتضرني وانا بجد الحقيقة. عملت كده وانا مش هسكت. انا عايز بس كده وانا مخي واقف. افهمك حاجة، في القانون عملتي كده مفيش الكلام ده. انا مفيش كويس. اه يعني انت رحتي فرحتي بقى وانت فاهمه، رحتي وانت مش فاهمه. هي رحتي بس انا يعني كان نفسي تقولي رحت عشان عايزه فلوس، رحت عشان، لكن فكره ما كنتش فاهمه ولا ما فهمت تاني هيعمل لي صور. انا لو حد جه قال لي والله هعمل لك صور وروح نصبي، هقول له خلاص غور انت وصورك. ما فيش يعني اسرق لا يطلع لي صور احسن.
فعشان كده مش مصدقه قوي اللي انت بتقوليه. اكيد كنتي فاهمه، بس يمكن عشان كنتي حاسه انها حاجه ما فيهاش ولا قتل ولا بتاع، فكنتي مستسهلاها مثلا، ولا ايه هي الحقيقه؟ عشان الناس لما الواحد بيقول الحقيقه بيبقى مش مجرم. بس وجه عرض عليها الموضوع، قال لي ان الست دي ما عندهاش عيال وملهاش حد، وانها بتشحت، وانها معاها فلوس كتير قوي، وانتي هتاخدي جزء تقفي تفتحي مشروع تقفي على رجلك والكلام ده كله. هو قد ايه بقى؟ والله هو قال لي 100,000، بس هو اداني 30 اول مره وتاني مره 20. كنتش هعمل كده. انا بحييكي الحقيقه، مش عشان هو صاحب عمره، صاحب عمره يوديه في داهيه. عشان التاني قال له احنا على اقوالنا هنطلع. قلنا ايه؟ هو اعترف، هو اعترف غلط، هو اعترف على الكاميرا. صاحب عمره مش قادر يقول قدامه كده صاحب عمره يوديه في داهيه؟ مفيش حد صاحب حد يوديه في داهيه. هو مش قادر يفهم، هو لو بيحبه عمره ما كان يدل ان هو يعمل كده. انا بساله انت كنت بتكسب من القماش كويس؟ قال لي كويس جدا. في لحظه يعني انا اول مره ادخل الحبس ده، في لحظه كده عدت عليا ان انا بجد بجد اتعلمت حاجات كتير قوي. لو ايه مش هكدب، لو ايه مش هعمل حاجه غلط. لو هو اقرب طريق للسلامه الصدق، بس على الاقل رب على الاقل بتلفي بكذب وبترجعي برضو للصراحه. مش كده كمان، على الاقل لو رئيس مباحث او قاضي في الاخر هو ربنا اللي بيقف مع الواحد، لكن حد الواحد بيعمل الغلط ومصمم يفضل غلط بانه يكذب ويخادع و عمر ما ربنا يقف معاه. تاكد من هذا. استعملوها في الموضوع اللي عندها حاجة و80 سنة، اللي أخدوها معاهم البنك وكأن هي المجني عليها، أو الست اللي عندها فلوس في البنك اللي هي متسولة، اللي أنا مش شايفة أنها مجني عليها، كنت شايفة أنها يتم القبض عليها برضو، لأن التسول نصب. لما يبقى عندها 3 مليون جنيه في البنك وتتسول فهي نصابة. هي دلوقتي حرة طليقة وموجودة، ولكن الست اللي كانت بتعمل كل ده عشان تروح عمره، ازيك عامله ايه؟ ده البط بتاعك ده؟ انت بتربيه؟ اول ده حلو قوي. هاتي البط يا رجل. ازيك عامله ايه؟ الله يخليك. انت عندك كم سنه؟ والله ما اعرف، 80 85 سنه. 85؟ لا ليه بتكبري نفسك كده؟ لا قولي لي، اولادي دول كلهم النبي رحبوا بيا في البندر، لا يقول اكل مفيش نفس. عندك ايه غير البط ده بقى؟ عندك ايه جوه؟ بيت ايه؟ اوضه عايشه لوحدك؟ انا وجوزي وبنتي دي اللي بره. انت وجوزك ومين؟ بس ساكنه بره، بنتي انا بس، احنا بيتي. طب وانت انت كنت رحتي الموضوع بتاعهم ده عشان كنت عايزه عمره؟ جم هنا اهو وانا قاعده عند الكشك بتاعي ده. قالوا لك ايه؟ قالوا لي يا ستي انت بيت عم بيت كشك عم علي قنديل ده قافلينه ليه؟ انا بحسب هيأجروه، كنا هنأجره يعني. قلت لهم يا ابني. قالوا لي طيب ما فتح مش بتفتحوا؟ قلت لهم رجلنا وجعانا والراجل بيقول اهو رجلي مكسوره. قال لك هنوديكي عمره؟ والنبي يا بنتي في واحده ست مبسوطه بتودي عمره، بتودي عمره لسبع ستات، يعني ناس كتير هتمشي معاكم. والبنت اللي معاهم دي هي قالت لي ايه بقى؟ وقالت لك بتروحي البنك ليه بقى؟ خدوني معاهم، انا هنصرف فلوس عشان ندي الناس شهريه، في ناس بتدي هي قالت لي ندوا ناس شهريه. شهريه بتاعت ايه؟ هي قالت لهم ادوا شهريه للناس. يعني شهر حاجه. يعني قالت لك الست الغنيه اللي هم تبعها دي بتدي شهريه. وخدوني معاهم بس. وخدوا الجواز. وهو لما الست الكبيره تعوز توزع شهريه هم عايزينك انت معاهم في البنك ليه؟ مش عارفه، خدوا الجواز مني طوروني، ولا عشان العمره بس، خدوا الجواز ما ادوهوليش تاني. لما قالوا لك تعالي معانا البنك ما سالتيهمش ليه؟ ابدا النبي، ابدا والله ابدا يا بنت، على ضميري بحسب يعني يخلصوا اوراق يخلصوا حاجه، على ضميرنا احنا ما نعرفش عمرنا ما رحنا. ورحتي كم مره؟ مرتين في مصر ومره هنا. قالوا عشان الفلوس بنجيبها عشان ندي الناس شهريات ونطلع العمره
نديهم كل واحد حاجة عشان يمشوا. وما سألتيش ولا مرة في الثلاث مرات أروح ليه معاكم؟ بقيت أسأل ما رحناش إمتى؟ يقول لك لسه منخلص الناس ومنخلص الشهرية بتاعت الناس وكده. بقول لك قدامهم قدامهم. لكن ما قلتلهمش طب محتاجين إن أنا في إيه في البنك؟ لا لا والله الدور ده يا بنتي، لا والله يا بنتي أبدا. لكن الراجل لما سألك أنت اسمك إيه قلت له اسمك الحقيقي؟ فايدة إبراهيم خليل. فعرف بقى إن مش أنت. اه والله يا بنتي أنا اسمي فايدة تقريبا ماشيين يمكن بالورق اللي جواز اللي معاهم بقى بتاعي. وانا خدت في ايدك ما خدتش الجواد منهم ما خدتش. وانت كنت بتروحي معاهم كل المشاوير دي؟ بس هي مرتين ومره هنا عشان كنت عايزه العمر. العمر بس انا من جاي وقلنا بجايب الجزمه وقريبه نقول لك هنجيب لك الهدوم ونجيب لك كل جزمه. ايه اللي جابتها لي؟ لا انا جايبه جزمه عشان اروح بيها البيضه وجايبه جزمه البيضه تروحي بيها العمره يعني؟ والله وقريبي اللي سمعني قالوا لي هنجيب لك هدوم هنبعتك يا خالتي هنبعت هدوم العمره. طب وانت حجتي؟ حجتي؟ لا زمان ما عايزه تعملي الـ العمره مش فرض العمره. بنروح حاجه جايه بقولنا ببلاش وانا هنجيب لكم حاجات من الكتب وكده. يعني قصدي تحجي احسن. الحجه احلى. يا ربنا يوعدني يا ست. هنعمل ايه يا بنتي؟ يعني انت طيبه الى درجه ان انت احنا كده هنا ما نعرفش حاجه والله يا بنت. طب واهلك ما سالوش خالص انت بتروحي معاهم ليه؟ انا بنتي هنا بنتي تاكل بعيد عني وانا اللي هنا بس. انت لوحدك هنا عايشه لوحدك خالص؟ اوضه كده اوضه كده. بس ما يكفيش حد. لكن انت بنتك مش عايشه معاكي ولا حاجه؟ لا والنبي وفرحت اخرى يعني فرحت بموضوع العمر. والله يا بنتي والله يعني انا واحد يفرح واقفين يتفرجوا على عين الخيبة. مش فاهمه ما تزعق لهم قول لهم يمشوا. خليه ده ابو حميد فراقه انا يهمني هيش ربنا يخليك. الا طب بقول لك ايه طب ايه رايك نطلعك احنا عمره؟ طلعيني يا رب ربنا بقى ادعي لك من غير ما نوديكي بنوك يعني. لا وديني وديني. احنا بس كنا جايين لك عشان كده عشان احنا عرفنا انك طلعتي من الموضوع بسلام. كلكم بصوا بس انا معجبه بالبطه لما تديني بطه. طيب ادي قلنا باخدهم ها ما تموت فادي هتبقى دخل. بقول لك تموت في السكه الصغننه دي. لا تموت خليها تموت بعدين خدي فوق في عندك الصغيره دي خديها وهات على عندك. والله ده عمر هذول كل اللي في المدريه والعساكر قبل كل واحد قال لي قولي حاجه قعدت يومين من غير اكل وريقي نشف. ليه كنت مخدوده بقى حاجه ما رحت حاجه ما شفتهاش تقول لي لا خبط كده ولا انت لقيتي نفسك داخله اسم كده. انت يا بنتي مش قلتي لي ده هي مرات ابني اللي بتودينا البنت اللي هناك دي هبه. انا مرات ابنها وهروح معاك وهتقابلنا هناك على الولي الولايه الغنيه. قالت لي خلاص يا حاجه. قلت لها لا خلاص يا بنتي وانا هاجي هنا كده بس ولادي اكونهم ولادي اللي هناك. والله ما حد قال لي حاجه وحشه. قاعدين في المكتب زي الفل والبي يبعت لي كاكولا ويبعت لي اكل ما رضيش هي تاكل وانا والله قاعده كده. هم قالوا انا استغربت بس يا حاجه ان هم كلهم قالوا ان انت كنتيش تعرفي حاجه خالص. انا ما اعرف. انا استغربت انك حتى ما سالتيش طب انا جايه معاكوا ليه؟ يا بنت ابدا بقى. طيبه قوي يعني. وبيعملوا حاجه وانا كنت يعني رحت مع حد ده عشان العمره ونزلت جبت الجزمه البيضة ابني جابها لي وحضرتي نفسك فهمي قالوا هنجيب لك الهدوم البيضة وهنجيب لك كل حاجه. ابو المصحف احنا كلنا كده. لقيتي نفسك في الاسم مش في الكعبه. بس الاسم ربنا يخليهم حلوين كلهم جدعان حلوين معاكي عشان ما عملتيش حاجه. سبحان الله. ما هم اللي جوني هنا يا ست ده بعد العشاء كمان. شوفي الاداره بعد العشاء. وهم حاجه يعني عرفوا منين ان انت ان يعني عرفوا منين ان انت هنا؟ واحده بحتان اهي الجزمه هشوف وريني الجزمه. طب دي جزمة حلوة وجديدة. ابو المصحف والنبي يا فندم جابت الجزمة. انت اسمك ايه حاجة ايه؟ فايزة ابراهيم خليل. حاجة فايزة جابت الجزمة و عايز تطلع العمرة على ايدك اسم الله معاهم البنك راحت مرتين تلاتة نفسها في الاسم فجأة. ما احنا لازم برضه نحذر الناس حاجة ان مش اي حد يجي يقول لهم حاجة يصدقوها. ابو النبي صدق ايش اي حد. لا انا عمري مشيت من هنا فهمي يا فهمي خليتوها تمشي ليه يا فهمي. احنا حلوين حبايب اطلع من هنا على باب الكشك بتاعنا مقفوله بقاله سنتين والله. عارفوا يضحكوا عليكي شاطر وحيد ده صح؟ معرفش من ده وحيد والتاني برضك والبنت اللي معاهم دي
غسلوا لك مخك؟ ان شاء الله يتغسلوا ما يرجعوا. واقول لك اشتمهم واضربهم قدامكم، هم اللي يكون انا اعرفهم من ده. ما هم جم هنا يا فادي، مش قال له عمك علي هنجيب لكم عمره ونجيب لكم كشك في حاجه في الكشك؟ اهدى انت، الكشك ده بتاعك؟ بتاع في بضاعه وكده؟ لا والنبي ما في، حابب كاكولا وكده، ببيع كاكولا يعني بسكويت وكراتين. ما عندنا، احنا قاعدين اهو، رجلينا وجعانه والتاني مقطور رجليه. عمك الحاج شافوه كل. انت جوزك موجود؟ غلبان بقاله ساعتين. ممكن نصور معاه؟ شوفيه. يا حاج ازيك؟ عامل ايه يا حاج؟ اخبارك يخليك. قول لي اخبارك ايه يا حاج؟ الحمد لله. تعرف الناس اللي كانوا بيجوا ياخدوا الحاجه فايزه دول عشان موضوع البنك ده؟ حد الله ما اعرفهم، وددت بالله ما اعرفهم. وحياه الالم اللي فيا والكسر اللي عندي انا ما اعرفهم. يعني لما جم خدوها ما قلتلهاش انت رايحه فين يا حاجه؟ لا هي ما جايه جايباهم هنا. انا كنت نايم بالليل واخد العلاج ونايم. ايه دول؟ قال احنا ناس هناخد الحاجه عشان نسفرها العمره وهنجيب لها كل حاجه، يعني مش هتدفع حاجه. رايح جابت الجزمه يا عين، رايح جاي على حساب واحده غنيه، وقالت ما جابوش سيرتي في حاجه عشان يبقى عمل خير يعني. ففرحت فرحت واشترت الجزمه اهو. ما اعرفش انا ما بمشيش. انت بتمشيش ليه يا حاج؟ مالك؟ عندي كسر في الحوض. ومالوش علاج ده يا حاج؟ ما عاوز مسامير وشرايح، حكايه على الله. نعملها لك احنا. انت هات ال هات تحت المرتبه هنا. طب تعرف تنزل القاهره تروح للدكتور ينفع؟ لا انا مش عايز، هات المرات بس انا ركب لك شرايح مش عايزه. انا عارفه، انا عارفه الحال. هات هنا الروشته. ما انا مش عايزه روشته، انا عارفه عندك ايه. انت فوق هات الروشته هنا. يا حاجة أنا عارفة أنت محتاج إيه. جيب النبي صلى الله عليه وسلم. الكسر هنا أهو. معلش مش هكون صادق، أنا راجل شيخ كبير. ما أنا مصدقاك يا حاج. 35 سنة. طب أنا بسألك سؤال تاني. أنا خلاص، ما أنا مش دكتور، أنا مش دكتورة والله ما أعرفش. أنا أحسن من الدكتورة، ربنا يخليك. لما تعمل العملية دي الرئة، الرئتين بايظين اللي هنا. اي حقنه في البنك اموت. عندك كم سنه؟ داخل على 92 93. بجد والله ما شاء الله 93 سنه؟ مواليد 26 11/2 26. يعني فاكر مصر زمان؟ فاكر مصر زمان؟ عامله ازاي؟ مصر القديمه ولا الجديده؟ لا يعني مصر سنه كلها يعني. كان الخير عام على الكل، والرخيص 5 طرطان لحمه ب 10 سيخ، والناس مبسوطه وتحب بعض. مش فيش حاجه. ما كانش فيه بقى مخدرات؟ لا كان فيه مع الناس كبار، مش مع الناس اللي زينا احنا الغلابه. لا ما كانش فيه يعني الـ الـ البرشام والحاجات دي؟ لا 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 ما كانش فيه. وكان انت قلت حاجه مهمه قوي، انت قلت كانت الناس بتحب بعض. نعم، وما زال في ناس بتحب بعضها برضه. ناس بتحب بعضها. يعني دلوقتي القاهره ومصر زي زمان، زي العشرينات والثلاثينات؟ لا مصر كانت الاول 30 مليون 40 مليون، النهارده 100 مليون. كل حاجه غليت، كل حاجه غليت. وصاحب العيال غلبان ومسكين الى الله، ويقول يا رب وينصر مصر وينصرنا على اعدائنا ويمنع عننا الاذى بتاع جماعه الارهاب دول والاخوان والكلام ده كله. بس انت واعي قوي على انك 94 سنه يا حاج. بتتكلم كلام صح يعني؟ نعم هو ده الصح، هو ده الصح. يعني ما شاء الله، يعني مخك واعي. اللحمه ب10 ساخ وزفوها. خمس قرطان لحمه كانوا ب10 ساخ. وخمس رغيف كده بقرش ساخ، العيش المجري اللي فلق الحجر بقرش ساخ العيش كده اهو. وده كان حلو طبعا، ولا في زلط ولا بتاع حاجه؟ لا 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 لا، كان بيقول لي سيادتك كان في خير. النهارده المرتب بتاع الموظف ضعيف، ولاده لا مؤاخذه مع احترامي لسعادتك، ولاده في الكليات وفي المدارس ومعاشين مصاريف للمدارس مفيش. طب انت يا حاج، انت ما ينفعش تاخد بنج عشان رئتك بايظه، فما ينفعش تعمل عمليه. طب هقول لك حاجه سيبتي، نجيب لك كرسي. طيب كرسي ايه؟ كرسي تتحرك بيه. عندك واحد جاي ستك تبرع بكرسي وجابولي. طب انت يعني عايز ايه؟ ممكن نريحك ازاي؟ يعني زياره النبي
أنا زرت النبي والحمد لله الحمد لله ربنا البيت ينور بيكي وربنا يسترها معاكي دنيا وآخرة. أنت عايز إيه؟ ولا حاجة، عاوز رضاكم علينا. رضاكم علينا. مش عايز حاجة خالص؟ لا، عاوز رضا ربنا ورضاكم. وتعاونوا على البر والتقوى، أنا بدعيكي. قول يا رب يسترك في الدنيا وفي الآخرة سترا لا ينكشف أبدا. وينصر الإسلام والمسلمين، وينصر مصر وأعوان مصر كلهم. ربنا يخليك يا حاج، أنا مبسوطة أوي إن أنا جيت لغاية الشرقية عشان آخد الدعوة دي. والله يعني أنا صاحب دعوة، لأن منظر دعوة منظر المريض وجد الله عنده، من عاود المريض وجد الله عنده، مش أنا اللي بقول الكلام ده، سيدنا رسول الله اللي قال الكلام ده. فأنت زرتينا دلوقتي وأنا بدعيك إن ربنا يستر عرضك وينورها لك ويخليك لكل إنسان بتخدمي لوجه الله. ربنا يكرمك محبة فرصة. ربنا يخليك يا رب، ونطلع الحاجة عمرة بقى عشان ما تزعلش، صح؟ لا مش عايزين الناس تطلع لعمرة. ليه؟ عبد الله ما كفاية المقلب ده، يعني اتعلمنا. ما فيش مقلب، احنا هنطلعها عمرة بجد. لا احنا اتعلمنا احنا. ما انا بقول لهم انتوا مين؟ قالوا بعدين ما من الحاجات دي سرية، عشان الولاية الحاجة ما منبهة علينا ان احنا ما نجيبش سيرتها ولا سيرتنا في حاجة. حاجة كده في الستر. ها ربنا يستر الجميع. مش عايز تطلع معاها عمرة؟ ليه؟ تطلع معاها عمرة أنت؟ أنا معاها لا 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 لا، ما عنديش إمكانيات. لا إحنا هنطلع؟ أنا ما عنديش إمكانيات. جهد يعني. جهد. ما فيش كسر عندي هنا. واتعالجت كتير وعناية ضعفت. والحمد لله. بس أنت كويس قوي يا حاج، الحمد لله. ما نقول الحمد لله. من حمد وزاده وربنا ينورها لك. ربنا يخليك. فيك شر المرض. وينصرك على من يعاديك بسر لا اله الا الله. يا رب يا رب تقبل منك يا رب. بشكرك يا حاج جدا. انا دخل علينا حضرة النبي وعشان خاطر النبي محمد حبيبك يا رب يسترك يا رب. يا رب ربنا يخليك. مش قادره اصدق ان انا جيت لغايه الشرقيه عشان اخد الدعوه الجميله دي. قالك مش عايز حاجه خالص. قالك مش عايز حاجه خالص. قلت له عايز ايه؟ مش عايز حاجه خالص خالص، مش عايز حاجة. الراجل النماذج اللي احنا بنقابلها الايام دي غريبة جدا. في ناس قنوعة وراضية ومبسوطة وقاعدة بتأكل البط بص البط يعني، وعندها كشك ما فيهوش حاجة يعني. ربنا يخليك. طيب يعني احنا متفقين دلوقتي ان انتي الحاجة الوحيدة اللي عايزاها عمرة؟ نفسك فيها؟ اللي يجي من عند ربنا بس. في ما فيش ما فيش. خلاص ماشي، خلاص نوديكي عمره ان شاء الله. بس انت تقدري صحتك يعني تقدري تطلعي عمره وتمشي وتروحي وتيجي وكده؟ تقدري تطلعي عمره يعني بتتحركي كويس وكده؟ لا ما بتحركش يعني. تطلعي على كرسي بقى ولا ايه؟ يمكن بيقولوا لي كرسي اللي الاقيه. في يا ستي ما فيش ما فيش. لا في ان شاء الله، انا بس عشان تروحي تقدري تعملي العمره بس اسالك بس. يمكن لا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. انت نيتك كانت كويسه وتاخدي على قد نيتك باذن الله. حلوه كلنا غلبهم في مولودين في الشارع ده، عمرنا ما مشينا من هنا. وده بيتنا اهو الفيلا. شوفي عامله فيلا. بس هي فيلا فعلا. صدقي صدقي انها فيلا والله. فيلا فيلا وقصر بقناعتكم ورضاكم وادبكم واخلاقكم. وفي في في ناس اغنى منكم مليون مره وما عندهمش نص اخلاقكم كده. لما ادخل للراجل اقول له عايز ايه يقول لي مش عايز اي حاجه غير اني ادعي لك. بنشرب ولابسين اهو كل تاكلوا. قولي تاني كده. بناكل وبنشرب ومبسوطين في الاكل اهو ولابسه ولابسه. عايز اقول لك اكل وشرب واللبس ونوم حلو وخلاص. حد البط وقاعده بتاكلي البط. معجبه انا قوي بحكايه البط. البط جايبه ذكر وانت طلعه وانا مين فلوس هيطلعه تاني. هيخلفه تاني؟ اوعى بعد نوريهم الفيلا. تعالى ارضي تعالى كده. هنا وجاي واحده هنا وواحده البط فين. انت شايفه ان بيتك ده فيلا صح؟ شايفاه احسن من الفيلا. احسن من الفيلا. ربنا عامل كده وبناكل حلو. هنقول لك لا بناكل يعني بناكل. بنتي بتيجي تطبخ له وتمشي يعني. ربنا تاكل وتشرب ولابسه وعايشه في الفيلا ومش متضايقه من حاجه. الولاد اللي شوف بوشه بيضحك ازاي. الباشا كلهم مش بيضحك في المدريه. صلاه النبي بيجيبوا لي اكل. اقول لهم شبعانه والله يا مدريه. بيجيبوا لك اكل؟
في المدرية. انت في المدرية؟ اه والله ما حد قال لي حاجة يا عيني. انت ما عملتش حاجة يا حاجة يعملوكي وحش ليه؟ ديك اللي بيضحك علينا ويسموها احسن. ما اعرفهاش والله ما اعرفهم يا بنتي. يلا منهم لله. بكرة هكلم. ما عندك تليفون؟ الموبايل اه عندي. عندك موبايل؟ طب ممكن اخد نمرة موبايلك؟ فادية. هاتوا لنا بالموبايل على حرف الدولاب. ربنا يخليك. اخد نمرتك بقى عشان نكلمك نقول لك موضوع العمره ان شاء الله. باسبورك معاكي؟ لا ماليش. ماليش مش هم. ده مزور. اه ماليش والنبي ماليش. طب وانت هينفع تنزلي القاهره تعملي باسبور؟ احنا بنعمل من بلدنا كل واحد من بلده. لا مش من القاهره. تعملي من هنا؟ بلدنا كل واحد من بلده. يعني تقدري تعملي باسبور هنا؟ نعمل ان عملنا عملنا ما نعملش ليه؟ ابعت لك حد يعمل معاكي الباسبور؟ اللي تعمليه. طيب رن على موبايله يديني النمره بس ضروري. طب يا حاجه انا بشكرك وبتاسف لك والله على اللي حصل لك ده. انت نورتني. ما يهمناش من كل الناس اللي بتبص دي. ما يهمناش احنا عشان جرأة. والله انا هاجي اقعد معاك انا بقى في القعده الجميله دي. كلها عارفاني من اول شارع البوسطه وشارع المكاتب كله معروف. انا ام السيد يا ام السيد والمديريه والله هناك عارفين. قالوا لي لازم تروحي تزوريها دي ست جميله. ايه ام السيد مش ابنك سيد؟ اقول لهم اه انت عارفني منين تراخر. انتي مشهوره دلوقتي. بيعمل شاي ويستر ربنا في واحد هناك بيعمل شاي كده. امير يجيب لي ميه كل ياخد صندوق. قول له يا ابني ربنا يخليك مش عارف. على العموم حاجه وعدت الحمد لله. ربنا يسترها معاك الدنيا واخره انت والجماعه. ويمكن حصل الموضوع ده عشان نعرف عنه عشان تطلعي عمره فعلا ان شاء الله. ما عدتيش تشربي حاجه؟ لا ربنا يخليكي. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي. ده ميرسي. ربنا يخليك. انا البط ده بس يربرب شويه كده واجي اخد منك بط. مربرب عايز اجيبه لك اطلع اجيبه. ما هاخد بقى نتخانق على البطه في الاتوبيس كلنا معايا ناس كتير. ربنا يخليك. سعيدة جدا 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 بالزيارة دي لان قد ايه ان ربنا يوضبها كده في الاخر. الست دي تروح عمرة يعني يحصل لها كل الموضوع ده عشان احنا نقابلها ونوديها العمرة او ربنا يأذن ان هو يوديها عمرة. قصر فيلا واكلة وشربة ولابسة ومبسوطة وقناعة وسعادة ورضا. يعني ناس أغنياء قوي 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 بجد. يا بختهم.